معنا في هذه الأثناء. سيد عاصم، أهلا وسهلا بك معنا. يعني دعنا نتحدث ونحن في خواتيم هذا العام، يعني كيف نقرأ أداء المؤشرات والأسواق العالمية في هذه الأيام، وإلى أي مدى من الممكن أن نستصحب ذلك للعام المقبل؟ صباح الخير وتحياتي ليك كل الساده المشاهدين، وكل عام وانت بالف خير. يمكن القول بنهايه عام 2023 بان الفتره الصعبه قد ولت، واننا نتجه الى حاله من بعض التفاؤل في عام 2024. شهدنا في 2022 و2023 يعني اسرع وتيره تجديد نقدي من قبل البنوك المركزيه في سبيل السيطره على التضخم، وكانت البنوك المركزيه يعني تنوي التضحيه بمعدلات النمو الاقتصادي، وهذا عزز مخاوف الاسواق من انزلاق الاقتصاد العالمي في حاله من الركود. ولكن على حسب البيانات الاخيره، ومع تراجع وتباطؤ وتيره التضخم والتي باتت تقترب اكثر فاكثر من اهداف البنوك المركزيه، اصبحت البنوك المركزيه تتبنى نبره لينه، وانها قد تشير الى بدايه خفض معدلات الفائده خلال عام 2024. ايضا اثبتت البيانات الاقتصاديه باننا نتجه الى السوفت لاندنج او الهبوط السلس، بمعنى اننا قد نشهد تباطؤ في النمو الاقتصادي دون الدخول في حاله من الركود العنيف. وبعد البيانات الاقتصاديه الامريكيه الاخيره يعني ارتفعت احتمالات خفض معدلات الفائده في شهر مارس 2024 الى نسبه 4.74%. تلك النسبة تعتبر مرتفعة جدا وشبه مؤكدة، وخاصة قد تزداد تلك النسبة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم 5 يناير، والتي أيضا من المتوقع أن تعزز توقعات الأسواق بأن البنوك المركزية قد انتهت من وتيرة التجديد النقدي. وعندما نتحدث عن بدء دورة التسهيل النقدي، فنحن نتحدث عن تخفيف الضغوط من على وطأة الانفاق الاستهلاكي او حتى النمو الاقتصادي، خصوصا ان يعني المواطنين والمدخرين باتوا يستنزفون كافة مدخراتهم التي يعني عززوها بعد جائحة كورونا، وبالتالي يجب الحفاظ على معدلات الفائدة اقل من المستويات الحالية لتحفيز النمو الاقتصادي. جيد جيد. ايضا سيد عاصم، دعنا نتحدث عن النفط. يعني الاوبك بلس تقول بان العام 2024 ستزداد فيه وتيرة الطلب على النفط ب 2.2 مليون برميل، والوكالة الدولية للطاقة تقول عكس ذلك بأنه 1.1 تقريبا مليون برميل. يعني وتدفع بأن النمو العالمي لا زال في حاجة يعني إلى مزيد من الزخم حتى يستوعب كميات جديدة من النفط. وأوبك تقول بأن المضاربات كانت أيضا سيدة الموقف، وبالتالي العام 2024 أيضا سيشهد بعض النمو في العالم. كيف نقرأ ما بين الرؤيتين؟ يعني هناك العديد من العوامل التي ستحدد وجهة أسعار النفط خلال 2024، ولكن في كل الأحوال من توقعاتي الشخصية لا أتوقع أن تتجاوز مستويات ال 90، وألا يعني تنخفض دون مستويات ال 70 دولار للبرميل، بما أننا نتحدث عن نطاق ال 70 وال 90 دولار للبرميل، وهو نطاق يعني حفاظ منظمة الأوبك على مستويات الإنتاج الحالية دون اللجوء إلى المزيد من خفض معدلات الإنتاج، خوفا من خسارة حصتها في الأسواق العالمية لصالح شركات النفط الصخري الأمريكي. أيضا هناك التوترات الجيوسياسية، والتي يعني كان هناك مخاوف من أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، ولكن ما حدث أن الأسواق استوعبت التداعيات وأن رقعة الصراع لن تتسع أكثر من ذلك، حتى مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والذي يمر من خلال باب المندب حوالي 12% من شحنات النفط العالمية. أيضا لم ترتفع أسعار النفط إلى أو تتجاوز مستويات ال 90 دولار للبرميل. شركات النفط الصخري الأمريكي والإدارة الأمريكية ستحاول الضغط بكل الأحوال على أسعار النفط، خوفا من أن تدفع أسعار التضخم للارتفاع مرة أخرى. وقد رأينا قرارات من الإدارة الأمريكية بتخفيف العقوبات من على فنزويلا حتى أبريل 2024 للسماح لها لزيادة معدلات الإنتاج. أيضا شركات النفط الصخري الأمريكي لن تستثمر في مشاريع جديدة وستفضل توزيع الأرباح، وبالتالي أسعار النفط ستظل ما بين المستويات ال 70 وال 90 دولار للبرميل في 2024، وهذا جيد لكل الأطراف اللاعبة في الأسواق. نعم جيد. عاصم، دعنا ننتقل إلى الذهب، يعني الذي لمع بريقه في العام 2023 واستغل حالة من أهل الأمن، يقول السيولة الأمنية، السيولة الاقتصادية في العالم والضبابية التي انتظمت المشهد، وبالتالي استطاع أن يحدث كثير من الاختراقات. في ظل انحسار نسبي ربما للتوترات الجيوسياسية، هل من الممكن أيضا للذهب أن يتألق؟
يعني الذهب كان من الاستثمارات الجيدة في عام 2023، والتحركات الحالية تثبت أننا نتجه إلى نطاق سعر الجديد، بمعنى أننا قد في حال يعني شهدنا انخفاضات في أسعار الذهب ستكون كحد أدنى المستويات 1800 دولار الأونصة، والحد الأقصى 2100 دولار الأونصة، وقد تتجاوز تلك المستويات. استفاد الذهب بشكل كبير جدا من السياسة التسهيلية المكثفة من البنوك المركزية، وأيضا من مستويات التضخم المرتفعة، وبالتالي كانت مستويات 2000 دولار الأونصة مستويات جيدة لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل. أيضا هناك العديد من البنوك المركزية وخاصة بنك الشعب الصيني الذي يعني يزيد من حيازته من الذهب لاعتماده أو تقليل اعتماده على الدولار الامريكي. الذهب ايضا سيستفيد من حاله الضعف النمو الاقتصادي المتوقعه في 2024 وتراجع قيمه الدولار الامريكي مع اتجاه الفيدرالي الامريكي لخفض معدلات الفائده، وبالتالي في حال شهدنا اي تراجعات في اسعار الذهب قد تستغلها الاسواق لبناء تمركزات شرائيه خاصه في ظل التوترات الجيوسياسيه. العامل الوحيد الذي سيضغط على اسعار الذهب في 2024 والذي يجب مراقبته هو العوائد الحقيقيه، الى اي مدى ستستقر العوائد الحقيقيه اعلى نسبه 1% في حال شهدنا تراجع في معدلات التضخم، وقام الفيدرال الامريكي بتثبيت معدلات الفائده واستقرت على العوائد الحقيقيه اعلى نسبه 1.5%، ستكون مكاسب الذهب محدوده، اما اذا تراجعت دون ذلك فسوف يسجل الذهب المزيد من المكاسب. عاصم منصور كبير استراتيجي الاسواق في اوربكس، دائما شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، شكرا.